نذهب إلى أمر آخر، وليسمح لنا مخرج البرنامج بعرض الصورة التالية والتي تحدث عنها أيضا رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمتعلقة بالدولة الفرنسية التي تكيل هجمات لعدد كبير من دول العالم الإسلامي. شاهدنا تصريحات من قبل ماكرون بحق الشعب الجزائري مسيئة للغاية، دفاع من قبل ماكرون عن الرسوم المسيئة، يعني حالة كبيرة من العداء ناحية العالم الإسلامية. الآن العداء يتطور من جانب فرنسا إلى بريطانيا بعد تدخل بريطانيا في صفقة الغواصات مع استراليا وسحبها لتلك الصفقة من فرنسا وتوقيعها على صفقة جديدة للغواصات مع استراليا وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية، ويبدو أن هذا الأمر غاظ فرنسا بشكل كبير للغاية. الآن الصحافة الأجنبية تتحدث عن تقارير تأتي تحت عنوان صفعة وبثقة في وجه ماكرون، في إشارة إلى الخلافات الجديدة والمتصاعدة الآن بين كل من بريطانيا وفرنسا. فرنسا أمام حضرتكم تهدد بإعادة النظر في العلاقات الثنائية مع بريطانيا نتيجة الخلاف على حقوق الصيد في القناة الإنجليزية، وطبعا هذا الأمر يأتي أيضا بعد أزمة الغواصات الشهيرة. أعود مجددا للسيد عبد القادر. سيد عبد القادر، هل تعتقد بأن فرنسا في أزمة والاتحاد الأوروبي يتفكك بعض الشيء؟ السلطات الفرنسية المتمثلة حاليا بماكرون هي غدة سرطانية تريد إيذاء العالم، وأن يد القوات الفرنسية والسلطات الفرنسية ملطخة بدماء كثير من الشعوب ومنهم الشعب العربي المسلم الجزائري بلد المليون شهيد، وبالتالي نقف جميعا ضد تخرصات ماكرون ضد الجزائر وضد الشعب الجزائري الأصيل. فإننا ينبغي حقيقة أن نؤكد على قضية مهمة تماما التي تراخت عنها الشعوب المسلمة، وهي مقاطعة المنتجات الفرنسية، لأن فرنسا الآن تمثل حقيقة تهديدا صريحا لكل القيم الإنسانية بشتى تجمعاتها وبشتى أشكالها، فهي التي حقيقة تحاول نفث سمومها. وبالتالي لا يمكن أن نتناسى أن الغطة السرطانية التي زرعت في المنطقة الشرق الأوسط، وأقصد هنا نظام الخميني نظام ولاية الفقيه، هي أيضا بدفع فرنسي. آبان تقاسم النفوذ في منطقتنا ما بين الاحتلال الفرنسي والبريطاني الذي من شأنه حقيقة جرت اتفاقية وعد بلفور لإنشاء كيان صهيوني داخل الأراضي الفلسطينية، فإننا أيضا أنشئ أيضا بسبب هذا الوعد وغيره أيضا أنشئت ولاية الفقيه في منطقتنا الذي هي غدة سرطانية. إذن فرنسا تقتل الأفارقة والشعوب الأفريقية وامتصاص اقتصادها وبالتالي نشر الأمراض فيها من أجل الاستحواذ على المال. لذلك فرنسا اليوم ينبغي أن يقف العالم الإنساني، فضلا على أنني أقولها بصراحة، الوقوف كشعوب إسلامية فريضة ضد تخرصات وأفعال وإرهاب فرنسا.